ايوه انت ما بتردش عليا ليه؟ والله عندي شغل. مش قاعد بلع دور الباقي عليك انت. بتردها لي يعني؟ دي مش اجابه على فكره. كنت نايمه ارتحت. هو احنا ليه كل الكلام ده بقى خناق كده؟ والله اسالي نفسك. قصدك ان انا نكديه؟ انا ما قلتش كده. طيب ممكن نتكلم من غير خناق؟ يا ريت. خلاص انا هعدي عليك بعد الكليه واصالحك. انا مش مصدق وداني. هي نورا اللي بتتكلم؟ كل حاجه على فكره بطلبها منك بتبقى علشان نقرب لبعض، لو مش واخد بالك يعني بتبقى ليك مش ليا. الطريقه هي اللي بتفرق يا نورا. طيب ولو طلبت حاجه لنفسي وبالراحه هتوعد انك مش هتنفعل؟ طالما بالراحه هنفعل ليه؟ بص انا عايزاك تيجي تكشف على كيمو. نعم. شفت اهو هتنفعل اهو. ما هو طلب غريب يعني، ما يروح لاي دكتور. ما هو حالته صعبه، مامته جت وترجتني ان انا اكلمك انت. اشمعنى انا يعني؟ عشان هي عارفاك من المره اللي فاتت وقالت لي ان انت دكتور شاطر، وعشان كمان هي واثقه فيك. طب ما يمكن ابنها مسلطها وعامل لي كمين وعايز يوقعني في اي مصيبه. يا سيدي بقول لك ابنها على اخره. على اخره عنده ايه يعني؟ لا هي ما قالتليش بالظبط، بس يعني تقريبا واضح كده ان هو عمل حادثه. حادثه؟ يبقى يطلع المستشفى عشان دي فيها محضر وبوليس. ما هي خايفه تروح يحجزوه. عشان كده البيه عامل مصيبه ومتعور وهي خايفه توديه المستشفى عشان ما يتحجزش واجي انا البس. انت اتجننت يا نوره؟ هو انا ما اعرفش اتكلم معاك كلمتين ابدا. يعني بقالك يوم ما بترديش، ويوم ما تكلميني عشان جريمه عاملها المجرم اللي كنت متجوزاه قبل كده ومش عايز انا انفعل. انا بكلمك دلوقتي في حاله انسانيه. حاله انسانيه؟ دي جريمه يا هانم لو مش واخده بالك. الست واقعه في عرضنا وهي كانت عايزاك بس ان انت تعمل اي حاجه. تتصرف، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. وما تكلمينيش عن الواد ده تاني، والا انا اللي هقولها لك دلوقتي يا نوره، نفضها سيره احسن. بالراحة، كل حاجة وليها حل. أنا قلقانة حد يحس بحاجة من قعدتنا مع بعض. ليه واحنا قاعدين على البحر؟ ما احنا قاعدين في المستشفى يا عز. ما تشغليش بالك. تشربي ايه؟ هاخد شاي زي ماشي. لا نخليهم ثلاثة بقى. نورة؟ ايه مالك؟ شفت عفريت ولا ايه؟ لا بس انتي ما قلتيش انك جاية يعني. مش مهم. طيب هسيبكم بقى مع بعض. ايه يا حبيبتي، هو كل حد بيقعد معاه بيمشي ويسيبه كده؟ اكيد حضرتك.